إلى لبنان، حيث استجابت البنوك والمدارس والجامعات هناك لدعوة إضراب أطلقها ناشطو الحراك الشعبي في يومه 27. ودعا رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إلى الاستمرار في الإضراب إلى يوم غد. ومن جانب آخر، تتواصل جهود الوساطة لدفع الفرقاء اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة مع زيارة وفد فرنسي يرأسه مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو. ينضم إلينا من أمام مقر السفارة الفرنسية في العاصمة اللبنانية بيروت محمد غملوش مراسلنا هناك. محمد، كيف يبدو المشهد لديك، لا سيما وأن يعني الوساطة الدولية وعلى رأسها الوساطة الفرنسية بدأت يعني تظهر أكثر للعلن؟ نعم، يبدو أن الحراك صدق فيما توعد به على وسائل التواصل الاجتماعي. السفارة الفرنسية، شارع السفارة الفرنسية يعجب المتظاهرين، هم يعبرون عن رفضهم التام للتدخل الفرنسي في الشؤون اللبنانية بحسب ما يقولون. الآن المطلب واحد، يقولون بحسب ما أصدر بيان هيئة تنسيق الثورة إلى بعض المواقع الإلكترونية اللبنانية، لا يريدون أي تفاوض إن كان بينهم وبين السلطة وأي وفد من خارج لبنان إلا بعد تطبيق حكومة التكنوقراط، الحكومة المستقلة. إن لم يتحقق مطلب الحكومة المستقلة لا تفاوض مع السلطة، وهذا بحسب ما قالوا. المؤشرات السياسية يبدو كان بحسب كلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون صباح اليوم بأنه بشر بولادة حكومة جديدة مع نهاية الأسبوع المقبل. وإذا كان هذا الأمر سيتحقق لربما بعده تفتح أبواب التفاوض بين أصحاب الحراك بين المتظاهرين بالإضافة إلى السلطة اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك محمد غملوش مراسلنا من وسط بيروت. ومن باريس تنضم إلينا مايا خضرة الصحفية والأستاذة المحاضرة في جامعة أيباك، أهلا بك. إذا سيدة خضرة، هناك معلومات تقول بأنه لا يوجد أي وساطة فرنسية والوفد الفرنسي هو فقط في مهمة استطلاعية، هل يمكن تصديق ذلك علما أن معلومات أخرى تقول بأن هناك ضغوطا فرنسية وأوروبية تقول بأن على الحريري أن يترأس الحكومة المقبلة وعليه أن يقبل ببعض المساومات مقابل المقررات الاقتصادية ومنها صدر؟ طبعا ما يحدث الآن وخاصة مع الموفد الفرنسي كريستوف فارنو هو دس للنبض، ليس بتدخل. هناك كانت ضغوطات فرنسية ما قبل استقالة الحكومة، ضغوطات على سعد الحريري رئيس الحكومة المستقيل لكي يعتكف عن استقالته. اليوم هناك فقط زيارة استطلاعية، ولقد طلب كريستوف فارنو من المجتمع المدني ومن المحتجين في بيروت وفي كافة المناطق اللبنانية أن يتواصل معهم ولكن رفضوا ذلك. لذلك هذه الزيارة يمكن قراءتها فقط كزيارة استطلاعية، لأنه حتى الآن فرنسا نظمت مؤتمر صدر وهي تريد أن تعرف إلى ما ستؤول إليه الحكومة مع الأمور، عذرا، مع الحكومات التي ستتشكل أو مع الحكومة التي ستتشكل بعد الثورة، لكي تعرف كيف ستحدد سياستها الاقتصادية مع لبنان. ولكن القول أن هذا تدخل، أرى أنه بموقف سياسي احتجاجي أكثر منه موقف واقعي، لا يوجد هناك تدخل جدي فرنسي حتى الآن. هذا القول بأن هناك تدخلا فرنسيا هو موقف المتظاهرين والفاعلين في الحراك أو الثورة كما يقولون طبعا. وهم رفضوا دعوات، أو على الأقل معظمهم رفضوا دعوات من الموفد الفرنسي للقائهم. لماذا يهم فرنسا أن تستطلع رأيهم؟ ويعني المطالب واضحة في الشارع، إن لم يكن هناك محاولة لوساطة، إن لم تشائي أن تسميها تدخلا. هناك دور تاريخي لطالما لعبته فرنسا في لبنان، دور تاريخي يرجع إلى ما قبل الاستقلال بكثير. كان هناك نوع من حماية لخصوصية لبنان تحت السلطنة العثمانية، ورأينا هذه الحماية التي امتدت مع سنوات الانتداب ومع إعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 تحت رعاية فرنسية وبحضور الجنرال جورو. لذلك فرنسا تعتبر نفسها أمينة على استقرار لبنان
لبنان. فرنسا لطالما دعمت لبنان خاصة في عهد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وهي التي نظمت المؤتمرات الاقتصادية كان باريس 1 أو باريس 2 لدعم لبنان اقتصاديا، والرئيس ماكرون نظم مؤتمر سادر مؤخرا. لذلك هو أكثر بدور تاريخي فرنسا لطالما لعبته وليس بتدخل، هو ليس كموقف فلنضرب هذا المثال كموقف مايك بومبيو الذي أراد أن يجعل من لبنان منصة لمواجهة إيران وتم رفض موقفه وتم رفض هذا التدخل أو محاولة التدخل الأمريكية، ولكن الموقف الفرنسي يجب قراءته كموقف وفي للتاريخ الذي يربط البلدين. مايا خضراء الصحفية والأستاذة المحاضرة في جامعة أيباغ من باريس.